فاقس في قرقنا. ضحى مساء الخير، مرحبا بك. لو كان تحطنا في صورة التطورات اللي صايرة توا منذ دقائق ولا يمكن حتى ساعة في قرقنا. تفضل ضحى. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا. أنا غالب اليوم في قرقنا رجعت الأحوال يعني احتقنت شوية، ثم احتقان كبير أو مناوشات ما بين هذه المحتجين في قرقنا وقوات الأمن اللي استعملت قنابل المثيرة للدموع والمسخون في تفريق الاحتجاجات هذه. والاحتجاجات هذه تأتي على خلفية حرب شركة بتروفاك إنه تدخل شاحنات اللي تعتمدها في نقل المحروقات الجزيرة قرقنا، وشيء اللي أثار ربما غضب المحتجين، وخاصة إنه إحنا نستناو في قرقنا إنه يقع تفاوض وتطبيق المطالب اللي طالبنا بها سبق وطالبنا بها في قرقنا، وتطبيق اتفاقية خاصة اتفاقية 16 أبريل 2015. ضحى، الوضع حاليا مازال متواصل التدهور الامني اللي تحكي عليه؟ والله للاسف الاحتجاجات توقفت، ما عادش في سيدي يوسف داو، ما عادش في ميناء سيدي يوسف، الاحتجاجات توقفت على كامل جزيره قرقنا، سيدي يوسف، مليتا، رمله، ولاد بوعلي، العطايا، دونك ثم يعني غضب كبير من الاهالي، لانه الحقيقه المناوشات اللي صارت او الامن استعمل الغازات المثيره للدموع بعنف اكثر من المره اللي فاتت، ما اكثر من ليله فاصله ما بين لحد وفينا اللي فاتوا. دونك بعد انتهاء انا نحب نوجهوا اليوم، ربما الناس ما تعرفش العطله اللي تعيشها قرقنا، قرقنا جزيره فيها مستشفى جهوي متواضع، واليوم سمعنا انه وردنا اخبار معناها اخبار مؤكده انه المستشفى الجهوي في قرقنا اتصل بالاطارات نتاعو كل اللي حتى ما هماش يخدموا في الجاز باش يكونوا موجودين توا في المستشفى، وخرجت الامبيلونسات والليزامبيلونس والحمايه المدنيه في قرقنا كلها خرجت متوجهه لسيدي يوسف والعطايا، هذا ما يدل على اصابات في صفوف المحتجين او الامنيين. ثم كذلك سمعنا وردنا خبر ليس مؤكد انه ليزامبيلونس ماهيش نجمه توصل للمتضررين، كما نزيد ننقل ونأكد انه تم اختناق او حاله اختناق لسي محمد علي عروس كاتب محلي لاتحاد الشغل في قرقنا، دونك هو نقلوه في سياره للمستشفى وهو الان في حاله جيده. مشكوره. وعدد حالات ايقافات 11 حاله ايقاف. ربي نحب نوجه ثم نداء انساني برشا، لانه المستشفى نتاعنا كما قلت راهو متواضع، احنا في حالات قطوة او في حالات ارجونس كبيره رانا الطياره تجي تهز المرضى، رانا المستشفى نتاعنا مش ما ينجمش يستقبل كم هائل من الاصابات. النداء للحكومة إذا ما تعرف روحها عليك. واضح ضحى، مشكورة ضحى رمضان مراسلة إذاعة تفاقس في قرقنا على جملة المعطيات وحتى فيها شوية قراءات، لأنه قالت نتصور أنه يكون فما جرحى، نتمناو أنه الوضع يكون ما يوصلش للتداور هذا، ولكن على كل حال تو الزملاء في الإخراج يتصلون بوزارة الداخلية، نطق رسمي لوزارة الداخلية إذا أمكن أن ناخذ من عنده أكثر تفاصيل على التطورات الأوضاع الليلة في قرقنا. تفضل سعاد.